من الحدود الجنوبية اللبنانية الإسرائيلية مراسلة الحدث ناهد يوسف. ناهد أهلا بك. واضح أن المحور مشتعل، حزب الله يعلن قبل قليل أن هناك مقتل أحد أعضائه وأفراده، وربما أنت تنقل لنا هذا المحور وما فيه، ونسمع بعض الأصوات أيضا معك ناهد. بالفعل محمود، سمعنا الآن صوت المدفعية خلفنا على أطراف بلدة عيت الشعب. كما ذكرت هذه الجبهة مشتعلة، 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله، كان استهدف 3 تجمعات لجنود إسرائيليين في 3 مواقع، وبالإضافة إلى 4 مواقع إسرائيلية أخرى. منذ ساعة تقريبا رصدنا إطلاق رشقة صاروخية من راجمة صواريخ لحزب الله هنا باتجاه تلة سعسع التي هي إلى يميننا. تبين بعدها، أو أيضا كنا سمعنا صوت دوي صفارات الإنذار من داخل المستوطنات. بعدها أصدر حزب الله بيانا أعلن فيه استهداف ثكنة ميتات والتي هي خلف تلة سعسع، بالتالي يمكن القول بأن هذه راجمة الصواريخ. نسمع. لا أدري إن كنتم تسمعون محمد صوت محمود عفوا صوت المدفعية لا يزال خلفنا على أطراف بلدة عيت الشعب. الصورة طبعا غير واضحة بسبب الظلام، ولكن يعني هذا المشهد يتكرر منذ حوالي الساعة وبعد هذه العمليات التي قام بها حزب الله تجاه المواقع الإسرائيلية. كما ذكرنا أيضا هناك قصف 7 عمليات عسكرية، وبالتالي كان هناك رد إسرائيلي على قصف البلدات المقابلة لتلك البلدات. كان هناك استهداف لموقعين في القطاع الشرقي مقابل مزارع شبعة، موقع رويست القرن وهو أول مرة يقصفه أو يستهدفه حزب الله، وبالإضافة إلى موقع الرادار الذي كان استهدفه صباحا. وبالتالي كان هناك قصف إسرائيلي على بلدات شبعة والخيام وعدد من وكفر حمام والهبرية وهذه البلدات الواقعة في القطاع الشرقي. أما هنا أيضا هناك قصف إسرائيلي يستهدف كما ذكرنا عيت الشعب، بالإضافة إلى عيترون وبليدة وعدد من البلدات. أيضا هناك كان قصف بالقذائف الفسفورية على أطراف بلدة عيترون منذ حوالي الساعة والنصف. إذن هذا القصف يتكرر على عدد من البلدات في القطاع الغربي، أيضا مناطق الظهيرة واللبونة والناقورة تتعرض لقصف إسرائيلي، خصوصا وأنه تم استهداف موقع الظهيرة وموقع حدب البستان في تلك أو في ذلك الموقع في ذلك القطاع عفوا. هنا أيضا كان هناك استهداف لموقع تل شعر مقابل لعيت الشعب، وقد يكون هو سبب الرد بهذا القصف المدفعي على بلدة عيت الشعب من الجانب الإسرائيلي. أشير أيضا إلى أنه اليوم تم استهداف عدد من المنازل خصوصا في بلدة ميس الجبل، عدد من المنازل تم استهدافها، هناك قتيل وجريحين سقطا في أحد المنازل. لم نتأكد حتى الساعة إن كان هذا القتيل الذي سقط هو عنصر حزب الله الذي نعاه منذ بعض الوقت في بيان أصدره. إذن يعني هذا ملخص محمود ما جرى اليوم طبعا، بالإضافة طبعا إلى الإدانات المتكررة من عدد من المعنيين والسياسيين حول استهداف الجيش اللبناني أمس، والذي كانت تنكرت له إسرائيل أو اعتبرت بأنها أخطأت أو لم يكن الجيش الهدف، إلا أن الجانب اللبناني أو الكثير من التحليلات تربط هذا الاستهداف بأنه مقصود. نعم. ورسالة سياسية قد تكون للدولة اللبنانية. لكن لاحظت أي تحركات ناهد؟ يتم استهداف الجيش، المؤسسة العسكرية والجيش اللبناني قام بأي تحركات ميدانية على أرض بعد مقتل أحد أفراده بالأمس؟ لم يتغير شيء في الإجراءات على الأرض محمود من قبل الجيش اللبناني. اليوم أيضا كان هناك بعض القذائف سقطت بالقرب من أحد مراكز الجيش، ولكن يوم أمس كان أول مرة استهداف مباشر لمركز الجيش على الأرض. المشهد لم يتغير، اليوم تم تشييع الجندي الذي سقط يوم أمس، ولكن لم تكن هناك أي إجراءات تغيرت على الأرض. كل ما حصل هو كانت مطالبات اليوم بدعم المؤسسة العسكرية من
عدد من السياسيين ضرورة الالتفاف حول الجيش اللبناني كونه الحامي الأول للوطن، ولكن إجراءات على الأرض لم يتغير شيء. الجيش مستمر يعني في ثكناته وفي مراكزه المنتشرة على طول عدة بلدات. اليوم حتى محمود قبل حوالي الساعتين كان هناك سقط صاروخان إسرائيليان، واحد بأطراف عيت الشعب وواحد خلفنا في بلدة رميش، على أطراف بلدة رميش تحديدا بالقرب من أحد مراكز الجيش اللبناني، ولكن لم يكن هناك أي أضرار في جراء هذا الاستهداف. لم يكن داخل المركز أو على المركز، ولكن كان بالقرب، سقط الصاروخ بالقرب من مركز الجيش اللبناني. ناهد يوسف مراسلتنا في جنوب لبنان. ناهد، شكرا جزيلا لك.